السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، اليوم نكمل ما بدأناه من المحاضرة السابقة حول الفرق ما بين محرك البنزين ومحرك الديزل، أو محركات الشرارة بشكل عام ومحركات الضغط، والفرق أيضا ما بين محركات رباعية الضربات وثنائية الضربات. طبعا بداية نأخذ الفرق ما بين محركات رباعية الضربات وثنائية الضربات. طبعا احنا حكينا عليها بالبداية في اول محاضرة على ما اذكر، لكن اليوم راح ناخذها بشيء من التفصيل. احنا قلنا باول محاضرة كانت محاضرة تعريفية يعني لكل الامور او بشكل عام للمادة، لكن هسه راح نجي ندخل في تفاصيل هذه المادة. زين، فاول شيء محركات رباعية الضربات يسموها فورس ستروك سبارك اجنيشن انجن، اللي هي شنو؟ محركات الشرارة رباعية الضربات. أو أكو أيضا محركات رباعية الضربات CI engine، يعني شنو؟ يعني compression ignition engine، اللي هي محركات الضغط أيضا ممكن تكون رباعية الضربات. يعني رباعي الضربات قد يكون محرك بنزين أو محرك ضغط اللي هو ديزل. لكن الآن راح نأخذ كمثال محرك البنزين بشكل عام. شي يقول هنا؟ يقول comprises of four piston stroke، يعني يتكون من أربع مكابس to complete one operational cycle through two revolutions of crankshaft. يعني شنو؟ يعني هذا السايكل اللي يسموها دورة المحركات رباعية الضربات من ايش تتكون؟ تتكون من أربع ضربات للمكبس. أربع ضربات. المن صوتي واضح بس حتى لا تتأكد؟ نعم ممتاز ممتاز. أو العرض أمامكم واضح مو صحيح؟ المحاضرة ظاهرة أمامكم ممتاز. إذا نستمر. إذا تتكون هذه الدورة اللي هي دورة محركات رباعية الضربات من أربع ضربات المن للمكبس حتى يكمل كم دورة؟ حتى يكمل الدورة المحرك اللي هي تشمل دورتين المن لعمود المرفق. يعني لاحظوا دورة محرك رباعية الضربات تتكون من أربع ضربات للمكبس. صاعد هاي ضربة، نازل هاي ضربة، صاعد هاي ضربة، صاعد نازل هاي ضربة، فأربع ضربات. هاي الأربع ضربات إيش كم مرة راح تفرني الكرنك شيفت؟ تفر لي دورتين، تفر لي دورتين. فكل دورة هي عبارة عن أربع ضربات للمكبس مع دورتين لعمود المرفق. هاي انتهينا معناتها. هاي الضربات وفق ما يحدث بيها انطوها تسميات. الضربة الأولى هي ضربة السحب intake stroke أو شوط السحب يسموه intake stroke، اللي هو هسه راح نحكي عليه بالتفصيل. اللي ينزل المكبس للأسفل راح يشفط الهواء أو الخليط مع وقود الهواء إذا كان محرك بنزين، أو هواء وحده إذا كان محرك ديزل مثل ما تكلمنا. هذا شوط السحب أول واحد راح نحكي عليه بالتفصيل. compression stroke اللي هو شنو؟ شوط الضغط. المكبس راح يصعد إلى الأعلى وراح يضغط هذا الخليط. باور ستروك اللي هي شنو؟ اللي هو بعد ما يضغط هذا الخليط ويتم اشعاله بواسطة اما شمعة القدح اذا كان شنو؟ محرك بنزين او محرك شرارة بمعنى عام، او بواسطة حقن الوقود داخل غرفة الاحتراق في محركات الضغط. هاي يسموه باور ستروك. راح ينفجر، راح ينزل المكبس للاسفل بفعل ضغط الغازات المتولدة. بعد ذلك هاي الأبخرة بعد ما أنجزت الشغل المطلوب من عدها، أنا لازم أتخلص من عدها خارج المكبس حتى أهيئ المكبس والعفو أهيئ الأسطوانة وأنظفها وتكون جاهزة لاستقبال الشحنة التالية. فإذا شي يسموه شوط العادم، أنه هاي غازات العادم أطردها إلى الخارج، أنظف الأسطوانة حتى نستقبل الشحنة القادمة. فهاي رح نأخذها الآن بالتفصيل. أول شيء الانتيك ستروك لاحظوا فيها عدة نقاط ضرورية، أنا مسوي لكم إياها بشكل نقاط. هذا المصدر أيضا موجود لي جوا بالأسفل إذا تريدون تشوفوه. يقول the piston travels from top dead center، هاي الاختصار مالته، to bottom dead center with the intake valve opened and the exhaust valve closed. يعني شنو؟ يعني المكبس ينتقل، travels يعني ينتقل من النقطة الميتة العليا إلى النقطة الميتة السفلى، مع انه شنو؟ يكون صمام السحب مفتوح، وهي هاي الحاله الوحيده اللي يكون بها صمام السحب مفتوح، هذا الشوط الوحيد، وصمام العادم يكون مغلق. هاي اول نقطه. وين؟ شوط السحب. نزل المكبس للاسفل، اثناء نزوله يكون صمام السحب مفتوح، صمام العادم مغلق. زين،
هاي العمليه ايش راح تؤدي لي؟ مكبس دا ينزل للاسفل، مكبس دا ينزل للاسفل، وعندنا حلقات المكبس محكمه محكمه الغلق ما بينه وما بين الاسطوانة، زين راح ينزل للاسفل. هذا من ينزل للاسفل الغاز، الغاز اي غاز ذو حجم، اي غاز ذو كتله ثابته، من يزيد حجمه شو يصير بضغطه؟ اريد واحد يجاوبني. غاز كتله ثابته، واحد خلينا نقول 1 كيلوغرام او اي، شو يصير به؟ يقل، يقل ضغط، يقل الضغط دكتور، يقل الضغط. بالضبط بالضبط، يقل الضغط. زين، فكلما زاد الحجم شو يصير بالضغط؟ طبعا حجم غاز ثابت يقل ضغطه. من قل ضغطه هو وعندي صمام السحب، هذا مفتوح صمام السحب، هنا الضغط خارج المحرك ايش قد؟ يعني احنا مو قلنا اكو هذا الانبوب اللي يتصل بالشوته واللي عن طريقه يدخل الهواء للمحرك، هنا خارج المحرك ايش قد ضغط الهواء؟ يكون يعني اعلى من الضغط داخل الاسطوانه. يعني هسه احنا نقدر نتنفس الهواء ايش قد ضغطه؟ 1 اتم. يعني نقدر نسميه واحد ضغط جوي، واحد ضغط جوي، مو واحد اتموسفير، مو صحيح؟ ضغط جوي، ضغط جوي عادي. زين، او 1 بار مثلا. زين، من هنا يصير عندي تخلخل بالضغط، فالضغط خارج المحرك يكون شنو؟ اعلى من الضغط داخل المحرك. الغازات او حتى السوائل، المواعي بشكل عام تتحرك من مناطق الضغط العالي الى وين؟ الى مناطق الضغط المنخفض. فاذا راح يتحرك الهواء بفعل هذا الفرق بالضغط، راح يدخل الى داخل اسطوانه صمام السحب مفتوح. فهنا شو يقول؟ يقول ذس، ياهو ذس، يعني هاي حركه المكبس من النقطه الميت العليا صمام السحب مفتوح، هذا راح يؤدي لي زياده في حجم الكومبشن تشامبر. الكومبشن تشامبر احنا ايش قلنا؟ قلنا هي الحجم المحصور ما بين المكبس او سطح المكبس وما بين غطاء كتلة الاسطوانة. زين، هذا الحجم هو مو ثابت عادة، يعني احنا عادة نقول هو هذا المسافة المحصورة عندما يكون المكبس عند النقطة الميتة العليا، لكن هو الصحيح، الصحيح هو لا، هو ما بين سطح المكبس وما بين غطاء كتلة الاسطوانة. فمن ينزل المكبس غرفة الاحتراق ايش راح يصير بحجمها؟ راح تزداد. زين، الى ان توصل اكبر حجم لها عند وصول المكبس النقطة الميتة السفلى. من يصعد المكبس الاعلى راح تكون هي هاي فقط غرفة الاحتراق، لكن احنا ليش نسميها غرفة الاحتراق هي عند صعود المكبس للنقطة الميتة العليا؟ لأن هو الاحتراق يتم عند هاي اللحظة، يعني ما يتم عند لحظة، يعني في اللحظات الباقية. فالقصد شنو؟ هذا الحجم، هذا الحجم اللي هو هنا راح ينزل المكبس، صح يقول، يقول ان انكريسينج فوليوم، يعني حجم، هذا راح يؤدي لحجم، زيادة حجم غرفة الاحتراق، which entail أو الذي بدوره which entail creates a vacuum، يصنع لي شنو؟ يصنع لي تخلخل بالضغط، vacuum تخلخل بالضغط، ترجموها. زين، هاي راحت. بعدين شو يقول؟ يقول the resulting pressure differential، مو قلنا تخلخل بالضغط يصير يعني فرق differential، فرق بالضغط. يقول the resulting pressure differential، هذا الاختلاف بالضغط الناتج خلال يعني نظام السحب اللي هو يتكون من انابيب وغيرها، هاي التخلخل بالضغط واللي راح يكون بالخارج اتموسفيرك بريشر، ضغط جوي هسه حكيناها اون ذا اوت سايد تو ذا فاكيوم اون ذا انسايد، يعني خارج هذا النظام، خارج المحرك ضغط جوي عادي اللي هسه هذا اللي احنا عايشين فيه، داخل المحرك صار عندي تخلخل، فراح شنو؟ causes يسبب، يدفع الهواء الى ان، يعني يدفع الهواء الى داخل السلندر، هذا التخلخل راح يدفع الهواء. زين، احنا طبعا قلنا اكو بالمحركات اكو متطوره، اكو اجهزه اضافيه تنضاف حتى مو فقط التخلخل هو اللي راح يدفع لي، راح يدفع الهواء، لا يخلون سوبر تشارجر ايضا راح يدفع لي هواء او توربو تشارجر، لكن بشكل عام احنا نحكي هذا يعني خلينا نعتبر محرك بيسك، ما بي لا سوبر تشارجر ولا توربو تشارجر، هاي الطريقه اللي راح يدخل بها الهواء للمحرك. بعدين زين، انا بس اريد هواء بالمحرك، شو اريد انا بعد بالمحرك؟ يعني بالاسطوانه اللي يدخل، شو اريد بعد؟ وقود. احسنت، اريد وقود، الوقود ايش وقت ينضغ؟ النقطه الاخيره يقول as the air passes، اثناء مرور الهواء خلال intake system، خلال نظام السحب اللي هو قلنا الانابيب وصمامات وغيرها، fuel is added، الوقود سيضاف اليه. fuel is added to it
in the desired amount by means of fuel injectors or a carburetor. يعني شنو؟ يعني يضاف الوقود إلى الهواء إما عن طريق الكاربريتر، إحنا نسميها بالعامية الكاربريتر يسموها زين، أو عن طريق شنو؟ إنجكتر حواقب. طبعاً هاي وين؟ ده نحكي SI spark ignition. أما بالكومبريشن إجنيشن فقط يدخل لداخل الأسطوانة هواء مال يعني نقي بدون وقود، الوقود يحقن داخل الأسطوانة. لكن هنا تذكرون حكينا قلنا في محركات الشرارة أكو أربع أنواع من الحقن، أربع أنواع من يعني طريقة إضافة الوقود، أما كاربوريتر وهي قديمة قلنا، وأما إنجكتر. الإنجكترز بها ثلاث حالات، حالة أنه يضخ لي بكل يضخ لي في مجرى الهواء العام إنجكتر واحد يضخ، حالة يسموه سينجل بوينت، الثاني مالتي بوينت يضخ في كل تفرع من هذا المانيفولد أو من الأنبوب هذا مال السحب، مو يتفرع أربع تفرعات أو ست تفرعات أو ثمان تفرعات حسب عدد الأسطوانات، فأما يخلون إنجكتر بكل تفرع هاي يسموه مالتي بوينت، وأما يخلون واحد رئيسي وين بالمانيفولد الرئيسي هاي يسموه سينجل بوينت، وأما يخلوه داخل الأسطوانة حال كومبريشن إجنيشن. فعندنا قلنا هاي حالات إذا تتذكروها، فبالنتيجة يضاف الوقود إلى الهواء، هاي كلها دا أحكي سبارك إجنيشن هاي لأن أعطيناها كمثال. زين لهنا أكو سؤال في شوط السحب. زين ننتقل إلى النقطة الثانية اللي هي شنو كومبريشن ستروك. الكومبريشن ستروك يقول when the piston reaches bottom dead center عندما يصل المكبس إلى النقطة الميتة السفلى the intake valve يصير بي بعد ها هي أنا خلصت شغلي سحبت الهواء فينغلق صمام السحب ينغلق. شلون ينغلق؟ عن طريق شنو قلنا إذا تتذكرون؟ يعني الغلق والفتح. نعم النوابض. كلش ممتاز كلش ممتاز، عن طريق النابض اللي موجود بالصمام راح يجبر الصمام على الغلق مره ثانيه، ومن يجبر على الفتح ينفتح الكامات. كلش ممتاز الكامات، الكامه هي اللي راح تجبر الصمام على الفتح والنابض يجبره على الغلق. كلش ممتاز كلش ممتاز. The intake valve closes. هاي حال ال intake valve وال exhaust valve هو بالأصل closes مغلوق. فهنا في شوط الضغط كلا صمامي السحب والعادل تكون في حالة غلق. And the piston travels back to top dead center. في شوط الضغط المكبس منزل أقصى يعني أسفل إلى النقطة الميتة السفلى، بعدها شو يسوي؟ راح يرجع مرة أخرى إلى الأعلى باتجاه النقطة الميتة العليا. With all valves closed، مع الأخذ بالاعتبار أنه جميع الصمامات السحب والعادم تكون مغلقة محكمة الغلق. This compresses the air fuel mixture. هاي ليش قلنا air fuel mixture؟ لأنه قلنا في شوط السحب خاصة بمحركات السبارك إجنيشن يدخل خليط من الوقود والهواء، مو مثل الكومبريشن إجنيشن يدخل فقط هواء. فهنا ضروري من تحكي على سبارك إجنيشن تحكي على Air Fuel Mixture خليط وليس عن هواء فقط. من تحكي عن محركات الضغط لا تحكي عن هواء، بعدين الوقود يحقن يعني لاحقا. عفوا. زين يقول this compresses يعني صعود المكبس إلى الأعلى وغلق ماكو فتشي مفتوح صمامات مغلقة كلها الهواء ايش راح يصير بي؟ يقول this compresses the air fuel mixture راح يعني يضغط لي عفوا خليط الهواء والوقود. من يضغط خليط الهواء والوقود من ينضغط شو يصير بي؟ both the pressure and temperature in the cylinder rising both the يعني يقول مسببا ارتفاع الضغط rising يعني ارتفاع الضغط والحرارة مالت من؟ مال هذا الخليط. زين نقول انضغط بس بعد ما واصل يعني صح هو درجة حرارته ارتفعت لكن ما واصل درجة الاتقاد أو درجة الاشتعال، هذا الخليط انضغط زادت درجة حرارته أوكي، لكن استقبل يسأل سائل يقول لي لعد ليش ما يحترق؟ أقول له مو بعد ما واصل إلى درجة الاتقاد. زين إيش وقت شلون أنا أريد أحرق هذا الخليط؟ ليش أحرقه؟ حتى أستخلص الطاقة الكيميائية أحولها إلى طاقة حرارية وبالتالي طاقة ميكانيكية. فشلون أحتاج إلى شرارة بالنسبة لمحركات الشرارة؟ زين في محركات الضغط ما أحتاج شرارة، ليش؟ لأن نسبة الانضغاط عالية فالهواء
راح ينضغط بشكل كبير، ضغطه راح يزداد ودرجة حرارته راح ترتفع بشكل عالي. وقود الديزل يكون قابل للاتقاد وفق درجة حرارة الهواء المضغوط في شوط الضغط، ولهذا يتقد بدون سبارك بلك. لكن محركات البنزين ما يصل إلى درجة الاتقاد، فيطول الشرارة حتى يشتعل. زين، فش يقول هنا؟ يقول near the end of the compression stroke، في نهاية شوط الضغط، the spark plug is fired. يبدي spark plug اللي هو شمعة القدح، يسموها spark plug، لا تنسوها، تعطي هيك نبضة شرارة أو جدحة خلينا نسميها. And combustion is initiated. يعني شنو combustion is initiated؟ يعني يبدأ initiated، يعني تبدأ عملية الاشتعال. هنا بالمصادر شو يسوون؟ يكون فد مو كومبريشن، كومبسشن هاي، يعني هنا بس حتى صلحوها، هاي كومبسشن ما يسموها كومبسشن كوم بعد ناقصه ان ما يسموها يعني كومبسشن شلون شغله ستروك، هي بس يسموها كومباسين. يعني شنو عملية اشتعال؟ لأنه ليش ما يسموها كومباسين ستروك؟ لأنه ما بيها حركة بس للأسفل أو الأعلى، هو لحظة صار اشتعال، بعد ما صار اشتعال راح عود بعدين نحكي عن شوط القدرة. فهسا خلينا نجي على عملية الاشتعال وليس شوط الاشتعال، حتى بس تكونون يعني خليت نجمة، ما خليت حتى أقول لكم إنه هاي مو ستروك، وإنما تعتبر كعملية شلون أثناء الضربات ما ماذا يصير. فخلينا نشوف شنو هي هاي الكومباشن. كومباشن of the air fuel mixture، حرق خليط الوقود الهواء، يحدث في وقت قصير جدا، يعني في لحظة، يعني في لحظات قليلة. زين، of time، with piston near، عندما يكون المكبس عند النقطة الميتة العليا. زين، it starts near the end of the compression stroke، يعني يبدأ هذا الاشتعال في نهاية شوط الضغط، يعني شوط الضغط مو ضغط للخليط، في نهايته تنطلق الشرارة وتستمر into the power stroke، وطبعا راح يبدي هذا الاشتعال ويستمر إلى نهاية الباور ستروك. يعني الباور ستروك يعني يقصد به نزول المكبس من النقطة الميتة العليا للسفلى، راح نتكلم عليه بعد هذا السلايد. زين، الاحتراق فلسفته شنو؟ الاحتراق يقول combustion changes the composition of the gas mixture to that of exhaust products and increases the temperature in the cylinder. يعني شنو؟ يعني يقول الاحتراق يغير من التركيبة الكيميائية المن للغاز. يعني شو يسوي؟ الغاز من يحترق راح يتفسخ، قسم من عنده يصير CO2، قسم من عنده يصير غازات أخرى، فراح تتكون من خلال الاحتراق هذا الوقود اللي هو عبارة عن مركب كيميائي، راح يتفسخ إلى أكثر من غاز بسبب هذا. هو الاحتراق شنو؟ تفاعل كيميائي، ما أدري تفاعل كيميائي بوجود الهواء. زين، فراح تتفاعل، راح تتفسخ إلى مركبات أخرى اللي هي الغازات. زين، يقول combustion changes the composition of the gas mixture to that of exhaust product، اللي هي شنو؟ غازات العادم، يتفسخ الى ما يسمى بغازات العادم، and increases the temperature، طبعا مصحوب هذا الانفجار بحرارة عالية. نعم تفضلوا. العرض بعد عليه compression stroke. طيب لحظة طبعاً. زين، فشي يقول combustion changes the composition of the gas mixture، يعني يغير تركيبة خليط الغازات والوقود، الغاز قصدي العفو الفيول والهواء، so that to that of exhaust product، راح تتكون لي عدة غازات، هاي الغازات راح تتمدد. طبعا ليش تتمدد؟ لأن الحرارة ارتفعت، الغاز من ترتفع درجة حرارة فشي يصير بي يتمدد. زين، يقول increases the temperature in the cylinder، طبعا الحرارة حتكون عالية، to a very high peak value، إلى درجة حرارة جدا عالية.
This امتيان هذا بدوره raises the pressure يعني لما ارتفع درجة حرارة الغازات وياها راح ترتفع شنو ضغطها راح يزداد in the cylinder to a very high peak value. زين هسه بس لاحظوا عليه غازات مضغوطة هي أصلا ضغطها عالي لأن نكبر ضغطها إذا بيها ضغط النوب اجتها شنو اجت عفوا خليط الهواء والوقود الأكسجين النوب اجتها شرارة صار تفاعل كيميائي اللي هو الانفجار هذا الانفجار ولد لي غازات الغازات ساخنة جدا لأن نتيجة الاشتعال زين غاز ساخن شو يصير يريد يتمدد وين يتمدد الأسطوانة محكمة الغلق والأعلى الصمامات أيضا محكمة الغلق ماكو غير شنو عنده احنا قلنا اذا تذكرون بالموائع بالميكانيك الموائع انه السائل او الغاز في حال الانضغاط او في حال وجود ضغط يعني ضغطه يزداد يدور على منفذ اقل مقاومه فاقل مقاومه موجود بالاسطوانه شنو هو المكبس لانه قابل للحركه بينما الاسطوانه نفسها الصمامات صعبه ما يقدر يدفعها الغاز ما يقدر يدفعها فوين يروح؟ يروح يصب جام غضبه وين؟ على المكبس فيدفع المكبس وين؟ بقوة إلى الأسفل فهو هذا الآن أريده فطاقة كيميائية الوقود صار اشتعال قسم من عندها صار طاقة حرارية هاي خسرناها راحت اللي بقى من عندها راح ينجز لي شغل على المكبس وهسه راح ناخذه بالدورات الحرارية هذا الشغل عبارة عن قوة في إزاحة قوة في الستروك هاي هذا الشغل المنجز على المكبس زين هسه هنا صار واضح هذا الكومبستشن زين نجي على الشوط الآخر نجي على الشوط الاخر اللي هو الباور هسه الاشتعال بعد المكبس وين فوق بعد منازل اللي جوا هسه من الغازات صارت ساخنه وصار بها ضغط مرتفع تريد تدفع المكبس فبدفعه المكبس للنقطه الميته السفلى ايش راح يصير عندي يسموه شوط القدره خلينا نجي نحكي بالانجليزي يقول باور ستروك شوط القدره او شيء يسموه بعضهم يسموه شوط التمدد اكسبانشن ستروك فبهذا الشوط شرط انه تكون جميع الصمامات شنو مغلقه يعني ما اجيب لك سؤال بالامتحان او بالكويز او غيرها اقول لك الصمامات تكون مغلقه في شوط السحب شوط الضغط شوط القدره شوط العادم وين تخلي لي الاشاره المغلقه في شوط الضغط مو صحيح هاي استحكيناها تكون مغلقه اثنيناتها وفي شوط القدره ايضا تكون مغلقه اثنيناتها فتاشر لي على شوط السحب على شوط الضغط وعلى شوط القدره تخلي الاشاره الصح. زين من اقول لك صمام السحب يفتح في شوط هاي خون بينه شوط السحب صمام العادم يفتح في شوط العادم هاي انتهينا منها. زين فشو نقول؟ نقول هذا الباور ستروك او الاكسبانشن ستروك with all valves closed the high pressure created by the combustion process يقول الضغط العالي المتولد بواسطه عمليه الاحتراق pushes the piston away from top dead center يدفع المكبس بعيدا عن النقطة الميتة العليا. This is the stroke which produces the work output. يقول في هذه الضربة اللي هي ضربة شوط القدرة راح تنتج لي شغل work output الشغل الخارجي يسموه الشغل الخارجي اللي يعني راح استفاد من عنده off the engine cycle يعني فقط في هذه اللحظة اثناء دفع المكبس من النقطة الميتة العليا للنقطة الميتة السفلى في شوط القدرة هو هذا الشغل اللي انا حاصله من هذا المكبس او من هذه الاسطوانة. طبعا الاسطوانات الاخرى ايضا راح يصير بها شوط قدرة، ايضا راح تعطيني شغل وبهذا تستمر عملية حركة المحرك ودوران عمود المطر. فمن اسالك سؤال اقول لك الشغل المستفاد من السلندر ممكن الحصول عليه في يا شوط في شوط القدرة. زين. As the piston travels from top dead center to bottom dead center يقول عند حركة أو انتقال المكبس من النقطة الميتة العليا للنقطة الميتة السفلى cylinder volume is increases. ها هنا المكبس راح ينزل. يعني المساحة يعني حجم ما نقول مساحة. يعني حجم الأسطوانة دا يزداد. هو مو حجم الأسطوانة يعني قصدي حجم غرفة الاحتراق قلنا راح يزداد. بس راح يصير عندي هنا يقول causing pressure and temperature to drop يعني شنو معناته؟ بنزول المكبس الحجم راح يزداد الحجم حجم الغاز من يزداد شو يصير بالضغط مالته؟ يقل
كلش ممتاز، راح يقل الضغط والحراره بالتالي ايش راح يصير بيها؟ استاذ لا لا، احنا قلنا اذا انضغط الغاز يزيد حرارته، اذا تمدد راح تقل، مو صحيح؟ فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي دروب، راح يصير عندي انخفاض، دروب يعني انخفاض او ديكريس، احنا مو قلنا انكريس، انكريس زياده، ديكريس نقصان او يسموه دروب. فكوزنج بريشر اند تمبرتشر تو دروب، يعني الحراره الضغط والحراره راح يصير شنو بها؟ انخفاض في شوط القدره. زين، هسه هنا واضح؟ ننتقل على الاكزوز ستروك اللي هي الضربه الاخيره. بعد ما هاي الغازات اشتعلت وانجزت لي شغل وضربت لي المفرز نزلت للاسفل، الان هاي الغازات وين راحت؟ هالغازات هي مو ماده؟ ماده، الماده لا تفنى ولا شنو؟ ولا تستحدث، زين هاي الماده وين راح تروح؟ راح تبقى وين؟ بالاسطوانه، زين انا هاي بعد احتاجها الغازات؟ ما احتاجها، خلصت شغلي من عندها، زين. اني راح يجون لي ضيوف، راح يجون لي ضيوف من ام الشحنه، شحنه التغذيه الاخرى دا انتظرها لتجيني المره الاخرى، فانا شو اسوي؟ لازم اهيئ لها الاسطوانه. شلون اهيئ لها الاسطوانه؟ اطرد غازات العادم الى الخارج حتى اهيئ الاسطوانه للدوره القادمه اللي راح تبدا بشوط السحب. فخلنا نجي نشوف شو يقول. يقول ليت ان ذا باور ستروك، في نهايه ليت يعني في نهايه، في نهاية شوط القدرة the exhaust valve صمام العادم is open يفتح بفعل طبعا الكامة قلنا and exhaust blow down occurs، يعني عملية الاكزوز او العادم راح تبدأ تنطلق تحدث. زين يعني شنو شلون تحدث؟ المكبس راح يبدي يكنس هاي الغازات الى الخارج، يطردها الى الخارج يصعد الى الاعلى. شو يقول هنا؟ يقول pressure and temperature in the cylinder are still high relative to the surroundings at this point. يعني شو يقول؟ يقول الغازات، هو المكبس مو نزل النقطة الميتة العليا، عفوا السفلى، هاي الغازات المتكونة صح احنا قلنا راح يصير بها دروب بالضغط والبرشر والتمبرشر راح تنخفض درجة حرارتها وراح ينخفض ضغطها، لكن بعدها تكون اعلى من الضغط الجوي، الضغط صح انخفض لكن بعدها اعلى من الضغط الجوي، فما راح ينفتح صمام العادم، راح يصير ايضا تخلخل بالضغط لكن بالعكس، هسه الضغط داخل الاسطوانه اعلى من الضغط الجوي، فشنو راح تبدا الغازات تطلع، لكن بلحظه من اللحظات يتساوى الضغط الجوي مع الضغط داخل الاسطوانه، فراح الغازات ما تطلع، فايش تحتاج؟ تحتاج الى دفعه من المكبس. فهنا ايش يصير؟ يقول pressure and temperature in the cylinder are still high، بعدها عالية الضغط والحرارة بالنسبة إلى المحيط الخارجي، يعني بالنسبة للهواء الخارجي. And a pressure differential is created through the exhaust system، هم راح يصير عندي فارق ضغط لكن عكسي من الأسطوانة أعلى من الضغط الجوي. Which is open to atmospheric pressure الذي سيكون مفتوح للضغط الجوي، تخلخل بالضغط، العفو مو تخلخل، هنا عندي زياده صارت في الضغط. فراح شو يقول؟ يقول this pressure differential، هذا الفرق بالضغط causes much of the hot exhaust gas to be pushed out، يعني هذا التخلخل راح يسبب لي دفع كثير من غازات العادم وين؟ الى الخارج، يعني انفتح صمام العادم. When the piston is near bottom dead center، المكبس بعده بالاسفل مصاعد. طبعا هاي بدي احكي لكم هي بتتم عمليه في اجزاء من الثاني يعني، بس احنا اذا نحاول نوضحها. فجزء اذا شيء يعني ملخص الكلام اللي تقول لك جزء من غازات العادم راح تطلع الفعل هو الضغط، ضغط الغازات نفسه. وجزء الباقي اللي هو بعد ما يعني من تنفتح يصير ضغط مساوي لضغط الجو بعد ذلك، فراح يدي المكبس يدفعها. فشو يقول؟ يقول this exhaust gas carries away a high amount of enthalpy. طبعا هاي الغازات من تطلع راح تحمل وياها جزء كبير من الحراره، والانثالبي الحراره الداخليه يسموها او غيرها. Which lowers the psychothermal efficiency. ها هنا غازات العادم راح تحمل لي جزء من الحراره، الحراره طاقه، طاقه بتطلع لي برا. فمعناته شنو؟ هاي حتاثر لي على الكفاءه لو ما راح تاثر لي؟ راح تاثر، لانه اني مو كل الطاقه الكيميائيه اللي فجرتها وحصلت منها طاقه حراريه مو كلها تحولت الى شغل، بس من عندها انطرد عن طريق الاسطوانه، محيط الاسطوانه
جهاز التبريد اللي هو مثلا هاي سواء الراديتر او غيرها راح ينطرد للخارج، هاي راحت خسرتها. جزء من عند هاي الطاقه راح يصير موجود غازات العادم بعدها ساخنه تحمل جزء من الحراره وياها راح تنطرد للخارج راح اخسرها. فايضا ذن تعتبر خسائر، لكن شنو لابد منها، يعني ما عندي فد وسيله امنعها. فهنا شو يقول؟ يقول this exhaust gases carries away a high amount of enthalpy. هاي الغازات المتكونه تحمل كميه عاليه من الانثالبي او الطاقه الحراريه، يعني بمعنى اخر which lowers the cycle thermal efficiency، اللي بالتالي تؤدي الى انخفاض الكفاءه الحراريه للمحرك، واللي راح نحسبها ان شاء الله من ناخذ الدورات الحراريه. طبعا شو يقول هنا اخر نقطه؟ يقول opening the exhaust valve before bottom dead center reduces the work obtained during the power stroke but is required because of the finite time needed for exhaust blowdown. هنا شو يقول؟ انتبهوا على هاي النقطه. يقول صمام العادم هو بالحقيقه ما يفتح عند النقطه الميتة العليا، يعني عند نزول المكبس النقطه الميتة العليا بالضبط، لا يقول يفتح شويه قبلها، يعني المكبس بعده ما واصل للنقطه الميتة العليا يلا يفتح الصمام. فهذا الشيء يسوي راح جزء من الغازات او من الشغل راح اخسره اني، هاي ايضا خساره تعتبر. يقول بس هاي لابد منها، هذا ليش؟ يقول لانه الوقت محدود عندي للعادم، يقول حتى اسمح باكبر كميه من المكبس يفتح قبل وقته او قبل النقطه الميتة السفلى، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي انه راح اخسر جزء من القدره. زين؟ يقول but is required، يعني هاي هذا لابد من عنده because of the finite time، لانه وقت محدود عندي فانا لازم شوي افتحه قبل وقته. هاي النقطه. صوتي واضح لو جيت تقطع؟ واضح دكتور. كلش ممتاز. زين. بس هنا اكو فالتكمله ايضا هو هاي يقول by the time the piston reaches bottom dead center عند وصول المكبس الى النقطه الميته السفلى، يقول الاكزوز بلو داون هاي يعني طرد غازات العادم ينتهي بعد. But the cylinder is still full. ها يقول من ينزل المكبس النقطه الميته، يعني احنا مو قلنا قبل وصول المكبس بقليل يفتح الصمام مال العادم. زين، جزء من الغازات راح تنطرد للخارج، قلنا فعل شنو؟ بعد المكبس ما صاعد، بس هي بيها ضغط فراح تصعد للخارج، تطلع الخارج، زين، لكن هل انه كلها راح تطلع؟ يقول لا مو كلها راح تطلع، فمن يجي يكمل عليها؟ المكبس اثناء صعوده راح يكمل عليها ويطردها للخارج. زين. يقول With the exhaust valve remaining open, the piston now travels from bottom dead center. يقول الصمام العادم هو باقي مفتوح، انفتح قبل النقطة الميتة العليا بشوية وبعدها مفتوح. البيستن ترافل ينتقل من النقطة الميتة السفلى إلى العليا في شوط السحب. This pushes most of the remaining exhaust gases out of the cylinder into the exhaust system. يقول هاي العمليه صعود المكبس لاعلى وفتح صمام، يعني استمرار فتح صمام العادم راح يدفع لي الاكزوز متبقي مال الاكزوز جازز الى الخارج، يعني خارج المحرك. Leaving only that trapped in the clearance volume. طبعا المكبس وين حده؟ حد للنقطة الميتة العليا، يعني ما يقدر يصعد إلى الكليرنس فوليوم. الكليرنس فوليوم هي الحجم المحصور ما بين سطح المكبس أثناء وجوده في غرفة الاحتراق في النقطة الميتة العليا وما بين غطاء كتلة الأسطوانة. زين، هاي المسافة شلون بعد فيها غازات؟ فخلينا نشوف ايش راح يصير. هنا شي يقول leaving only يترك تاركا خلفه فقط الغازات اللي محصوره وين؟ بالكليرنس فوليوم، بعد ما يقدر الهل هاي المكبس هذا حده. When the piston reach top dead center بقى اكو شويه غازات. زين، هنا ايش راح يصير؟ يقول near the end of the exhaust stroke في عند قرب نهايه شوط العادم، قرب نهايه بعد ما منتهي شوط العادم، يعني بعد وبعد المكبس تو راح يوصل النقطة الميتة العليا. The intake valve starts to open، يبدأ صمام السحب يفتح. So that it's fully open by top dead center، فمن يوصل المكبس النقطة الميتة العليا غازات عادم قلنا بعد شوية موجودة، صمام السحب راح ينفتح.
فبدخول شحنة السحب هاي الغازات العادة المتبقية راح يبقى صمام. يعني اكو فد هنا خلينا نقراها بالانجليزي كلها بعدين اشرحكم اياها. يقول near the end of the exhaust stroke the intake valve starts to open. يقول عند قرب نهاية شوط العادم صمام السحب راح يبدي يفتح. وصمام السحب راح يبدي يفتح so that it's fully open, يعني الى ان يكون مفتوح بشكل تام. fully open يعني بشكل تام عندما يكون المكبس بالضبط عند النقطة الميتة العليا. when the new intake stroke starts the next cycle, يعني عندما شوط السحب الاخر مال الدورة الثانية راح يبدا. هسه راح يصير شنو؟ يقول near top dead center the exhaust valve starts to close. ها اثناء وصول المكبس للنقطة الميتة العليا الصمام راح يبدي يغلق. صمام منه العادم, صمام السحب راح يبدي ينفتح, صمام العادم راح يبدي يغلق, لكن شنو بعدهن ما مفتوحة ومغلقة بشكل تام, فالشحنة مو راح تدخل. يقول this period when both the intake valve and exhaust valve are open is called valve overlap. هاي valve overlap يعني تداخل ما بين صمام السحب توا دا يفتح وصمام العادم توا دا يغلق. اكو فترة تداخل اثنيناتهم يكونون مفتوحة. ويا يا طلاب صوت واضح؟ نعم. هاي في لحظة من اللحظات كلا الصمامين يكونون مفتوحة. زين؟ فهاي اللحظة يسموها valve overlap. هاي شو تفيدني؟ تفيدني انه شحنة السحب راح تدخل. هاي الغازات الموجودة بالكليرنس فوليوم واللي المكبس ما قدر يطردها الى الخارج. من راح يطردها؟ الغازات النظيفة اللي راح تدخل راح تحل محل هاي الغازات, راح تطردها وراها راح ينغلق صمام العادم بشكل تام. صارت عندي شحنة نظيفة جاهزة الى الانضغاط وبالتالي يعني جاهزة لاجراء العمليات اللي حكينا عليها كلها سابقا. ما ادري صار واضح يعني ولو يمكن بدي اشرح بشكل سريع بس اتمنى ان تكون الامور واضحة امامكم. يعني دكتور بس سؤال. اتفضل. ما يصير فقط بالوقود؟ من يصير الصمامتين مفتوحة؟ لا لا مو هي اللي راح يصير شنو؟ انت يعني صمام عادي ما لا تتخيل انه راح يكون مفتوح بشكل كامل. لكن انت ايش تخيلها؟ اكو عندي غازات بغرفة الاحتراق او خلينا نسميها بالكليرنس فوليوم غازات مال عادم متبقية. من راح تدخل شحنة جديدة بالفعل هي ايش راح يصير؟ الشحنة الجديدة راح تكنس وين الشحنة القديمة. فمن راح يطلع اول شيء؟ الشحنة القديمة هي اللي راح تخرج العادم. فما تلحق الشحنة الجديدة تطلع ويا غازات العادم, وحتى لو طلعت راح تطلع بكمية جدا قليلة يعني لا يعتد بها مثل ما نقول احنا. تلاحظ شلون؟ هو هذا يعني الجواب. زين هذا كل الحكي عليه من شنو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي على محركات رباعية الضربات. محركات رباعية الضربات. زين طبعا قلنا اخذنا مثال على السبارك إيجنيشن اللي هي محركات الشرارة. الآن راح نتكلم على محركات ثنائية الضربات, تفاصيلها طبعا جدا بسيطة أقل هواية من ذيك, بس أريدكم تفتهموها بس يعني بس هاي الصفحة هي ثنائية الضربات. أريدكم تفتهمون بس العمليات شلون تجري هنا. طبعا من اسمها ثنائية الضربات ما عندي بعد واحد واثنين وثلاثة وأربعة, ايش عندي واحد واثنين ضربتين, لكن ايش كم عملية؟ أربع عمليات بعدها نفسها. عندي شوط سحب وعندي شوط أو ما نسميه شوط نسميه عملية. عندي عملية سحب انتيك وعندي عملية ضغط كومبريشن وعندي عملية باور اللي هي عملية قدرة وعندي عملية اكزوز اللي هي العادم. إذني أربعتهن لكن شنو تتم بضربتين أي بدورة واحدة من دورات عمود المرفق. شلون راح تتم؟ كالآتي. الضربة الأولى يسموها الانتيك زائد كومبريشن. يا بشلون انتيك زائد كومبريشن؟ هنا عندي مو فقط الشغل فوق المكبس, راح يصير الشغل فوق المكبس وجوا المكبس. شلون؟ خلينا نجي نشوف. يقول أول شيء the piston moves up. أول شيء المكبس راح يتحرك للأعلى. هذا الرسم اللي تشوفوه أمامكم تحرك المكبس للأعلى. اثنين من يتحرك المكبس للأعلى انتيك بورت. هنا بعد ما عندي فالف, ما عندي صمامات, لا عندي صمامات لا عندي كام شيفت, كل شيء ما اذني ما موجودات. موجوده موجوده بورت. بورت يعني منافذ. بورت يعني منفذ. زين فشي يقول من يصعد المكبس للاعلى
الانتيك بورت، هذا الانتيك بورت، هذا الانتيك بورت هذا راح يكون مفتوح and allow to cater a new charge، يعني يكون مفتوح ويسمح لشحنة جديدة للدخول إلى داخل المكبس. زين، ثلاثة transfer port close. transfer port يا هو هذا transfer port، هذا شيء يسمون intake port، هذا transfer يعني شنو، خلينا نسميه منفذ النقل اللي راح ينقل لي الشحنة الداخلة للأعلى، والشحنة هنا تدخل بالأسفل أول شيء، هنا هاي الشحنة الداخلة، بعدين تنتقل transfer عن طريق هذا transfer port تصعد فوق المكبس. فالشوط الأول هو شنو، the piston moves up يتحرك لأعلى. اثنين الانتيك ستروك بورت اوبن، هذا انفتاح راح تدخل غازات، طبعا هذا صمام لا رجعي يعني يسمح بالدخول وما يسمح بالخروج، فدخلت الغازات الى الداخل صار عندي تخلخل بالضغط هنا من يصعد المكبس لاعلى. الترانسفير بورت كلوز، بيش كلوز بالمكبس نفسه، شوف المكبس غالق هذا المنفذ، المكبس غالق المنفذ. زين، اربعة اكزوست فالف شو يصير بيه، ستارت تو اوبن يبدا انه ينفتح المفروض. زين، فصار عندي هنا بصعدتي اكو هنا غازات من الدورة السابقة انضغطت، صار اشتعال انضرب الاسفل، فالدورة الاولى هي شنو راح تصير، تصير سحب بالاسفل وفوق شنو راح يصير ضغط، هاي الضربة الاولى. زين، سكند ستروك يسموها الباور اكزول، من انضغط هاي الشحنة السابقة انضغطت صار عندي احتراق، اشتعلت ضربة المكبس نزلتها للأسفل، صار عندي شوط قدرة باور، هذا الباور. The piston moves down، الآن المكبس راح ينزل للأسفل. Exhaust port start to open، هذا الإكزوز راح من ينزل المكبس يوصل تقريبا لهنا، هذا راح يقوم يصير مفتوح، فغازات العادم ما راح تطلع، راح تطلع من هذا المنفذ اللي هي هاي هنا، المكبس من ينزل هاي عملية مال الضربة الثانية. هنا ايش راح يصير، منفذ الترانسفير بورت، منفذ النقل ومنفذ العادم راح يكونون مفتوحه، فايش راح يصير، اكزوست بورت ستارت تو اوبن، هذا راح يبدا ينفتح، الان ينفتح بشكل تام مثل موجود هنا امامكم بالصوره، تو الاو ذا اكزوست غازز تو بي اوت، للسماح لغازات العادم ان تكون خارجا او تطرد الى الخارج. الترانسفير بورت ستارت تو اوبن، نفس هذا هم نفس المستوى تقريبا، فهاي ظل يفتح، ليش يفتح، حتى يسمح لهاي الشحنة اللي هنا انضغطت من نزل المكبس ضغطها انتقلت وين، على ترانسفير بورت، فجت هنا فوق سطح المكبس راح تصير شحنة جديدة، فصار عندي شوط قدرة نزل المكبس لأعلى وشوط عادم، وهذا أيضا ما يسموه شوط لكن يسموه شلون عملية ترانسفير أو عملية نقل، الشحنة انتقلت. فلاحظوا هاي العمليات الأربعة تمت بضربتين، ضربة للأعلى وضربة للأسفل، هاي فنسموها ثنائية الضربات. العمود المرفق في هالحالة راح يدور شنو، يعني كل شوط قدرة راح يدور دورة واحدة، بينما محركات رباعية الضربات لا، كل شوط قدرة يعني كل دورتين يحدث لي شوط قدرة واحد، فهنا تكون عملية يعطيني قدرة أعلى، لأن كل دورة راح تعطيني شوط قدرة، هنا كل دورتين يلا عود أحصل لي شوط قدرة. هاي محركات ثنائية الضربات. اكو سؤال لحد الان لحد هاي النقطة؟ دكتور السؤال تفضل. الوقود مال هذا يكون خبط بين بنزين ودهن؟ مو بنزين ودهن، بنزين وهواء. هسه شلون الدهن؟ ما يصعد فوق على البستن؟ هو هنا المفروض ما يصعد فوق، يعني ما اعرف صراحه، ما اعرف اجاوبك على هذا السؤال، لازم ابحث فيه، يعني ما مر علي والله، بس هي بشكل لا، سؤالك محلل. حتى الماطورات الهونداي اي الوقود ماله خبط بين دهن وبنزين، مو هو ما اعرف، بس هو الدهن يعني من يخبط بالبنزين، يعني الدهن من يحترق يترك مخلفات، يعني هو الوقود من يحترق يترك مخلفات، هاي كربون وما كربون، فاذا تحرق ويا دهن يصير بعد اكثر مخلفات موجوده، يعني هو مو ما يصير، يعني يصير دهن وبنزين، بس النقطه وين، النقطه انه راح تترك مخلفات اللي هاي الكربون وغير الكربون، مخلفات يعني غير مرغوب بها اقصد، فهي لابد اكو في الطريقه، بس صراحه ما جاي على بالي، يعني لابد اكو في الطريقه، يعني اذا ما نقول تمنع
اختلاط الوقود بالزين، فلا اقل تقلل يعني يختلط لكن بنسبه قليله خلينا نقول. بس شنو هي ما اعرف، لازم يعني ابحث لك بيها. نعم. شو هنا لاحظ يقول لك فيول ميكستشر، يعني هو خليط من الهواء والوقود. وانا فهمت شنو قصدك، قصدك هذا الكرنك كيس بيدهن، فمن يدور راح يختلط وياه. اي نعم دكتور، لكن خلي في بالك انه الدهن سائل، هاي هنا الخليط شنو غاز، فهو السائل عاده يكون كثافته اعلى من الغاز، يعني يكون ثقيل مو مثل الغاز، ف يعني غالبا ينزل للاسفل، ما يعني مو تقول هو مثلا بخار، لو مثلا ربما يصير بخار ويختلط، لكن كسائل ما صور يختلط يعني، لانه هو راح ينزل للاسفل، يعني يرتفع للاعلى باعتبار شلون دين الثر خلينا نسميه، ويرد ينزل للاسفل، مو بخار ولا غاز، فهاي النقطه يعني. ومع ذلك هم ربما تكون اكو طريقه اخرى يعني غايبه عن بالي يعني. زين جدا ممتاز، سؤال يعني في محله. زين هسه هنا نجي بعد ما فهمنا هاي وفهمنا هاي، خلينا نشوف شنو المقارنه لبيناتهم، يعني المقارنه يعني شنو الفروقات ما بين رباعيه الضربات او محركات رباعيه الضربات وما بين محركات ثنائيه الضربات. طبعا عاده شي يقول يعني اول فرق يقول 1 باور ستروك، هاي كلش مهمه حتى تنتبهون عليها، يقول 1 باور ستروك for every two revolutions of crankshaft، يعني شنو؟ يعني ضربة قدرة واحدة أو شوط قدرة واحد لكل دورتين من عمود المرفق، هاي منو؟ رباعية الضربات. ثنائية الضربات يقول one power stroke for every one revolutions، هنا revolution لازم المفرد of crankshaft، يعني هنا يقول one power stroke وهنا one power stroke، هاي كل دورتين هنا كل دورة. طبعا كل دوره احسن، يعني تحصل شوط قدره كل دوره تحصل قدره اعلى. زين بعد يقول سمول، النقطه الثانيه سمول باور فور ذا سلندر فوليوم، يعني القدره تكون اقل بالنسبه لحجم الاسطوانه. هنا يقول لارج اباوت 1.5 تايمز اوف فور ستروك باور فور ذا، ها يعني هنا اللي يقول لك لحجم اسطوانه واحد، يعني جبت انا محرك رباعي الضربات ومحرك ثنائي الضربات، اثنين في نفس حجم الاسطوانه. القدره الناتجه من محرك ثنائي الضربات يقول تقريبا مره ونص بقد القدره الناتجه من محرك رباعي الضربات. الثنائي اكثر من رباعي الضربات، طبعا هاي ميزه تحتسب للثنائي الضربات. يعني انت تجيب نفس الاسطوانه نفس الحجم، لكن هذا ثنائي تصميمه وهذا رباعي. فالثنائي يعطيني قدرة أعلى تقريبا مرة ونص، إذا هاي ميزة أيضا. بعد valve mechanism، يعني شنو؟ يعني رباعي الضربات يستلزم وجود آلية الصمامات اللي هي الكام شيفت والروكر آرم إذا كانت من النظام القديم والبوش رود وغيرها، والصمامات نفسها والنوابض، هاي كلها موجودة. هاي وين؟ برباعية الضربات. ثنائي الضربات ما راح تلقى بيه صمامات، هاي كلها راح تنحذف، ولهذا يكون حجمه صغير المحرك. يعني ثنائي الضربات يقول ports are there instead of، المنافذ تكون هي بدلا عن الصمامات، instead of يعني بدلا عن، instead of. فانت من تشوف ماكو عندك آلية توقيت، هي شنو الصمامات؟ آلية توقيت فتح وغلق يراد لها كام شيفت، هاي كلها من تلغي، فتخيل انت حجم المحرك ايش قد راح يتقلص. وهذا الشيء طبعا مرغوب، يعني انت مو محبب انك تسوي محرك حجمه كبير، وهذا كل ما تقدر تختصر بالاجزاء كل ما يكون افضل. فايضا هاي النقطه تحسب لمن؟ لثنائي الضربات، انه ما عنده نظام صمامات، ما يحتاج نظام صمامات. زين complicated construction، يعني شنو؟ نظامه يكون معقد، من هو؟ رباعي الضربات، نظامه يعني الاجهزه الملحقه به وغيرها، فيكون معقد بعض الشيء. الثنائي الضربات simple construction، شفتوا ايش قد بسيط؟ ما بي كل شيء، بس عباره عن اسطوانه فيها منافذ وبطنها مثلث، هاي ف يعني تركيبته بسيطه. expensive cost اللي هو شنو؟ رباعي الضربات يكون غالي السعر، expensive cost يعني تكلفته عاليه، هنا cheap cost تكلفته بسيطه اللي هو شنو؟ ثنائي الضربات. النقطه الاخرى، النقطه السادسه، يقول little fuel consumption،
استهلاك الوقود يكون اقل، هاي نقطه تحسب علما الى رباعي الضربات. هنا يقول هاي about 15% more fuel consumption، يعني اعلى بمقدار 15% من هذا. ليش؟ انه هذا ثنائي الضربات بكل دوره يحتاج حرق وقود، فراح تكون كميه الوقود المحروقه يعني خلال زمن معين خلينا نقول اكثر من كميه الوقود المحروقه هنا، لانه هذا كل دورتين يلا يحتاج يحرق الوقود يصير شو القدره، هذا لا كل دوره يريد ياكل، يعني كهيجي تشبيه يعني، هذا كل دورتين يلا يريد ياكل، هذا كل دوره يريد ياكل، فطبعا هذا يصرف وقود اكثر. الثنائي الضربات يصرف، فهاي ميزه تحسب لمن؟ للفور ستروك. زين، easy removal of exhaust gases، هذا رباعي الضربات عمليه اخراج غازات العادم تكون اسهل وافضل. ليش؟ مكبس وده يدفعها، مكبس وده يدفع الغازات الى الاعلى وده يطردها. هنا difficult removal of exhaust gases، شفتوا انتم غازات العادم بمحركة ثنائي الضربات ما عندي مكبس يدفعها، لانه هي اصلا راح تتم اثناء نزول المكبس مو اثناء صعوده. فايش راح يصير هنا؟ راح تطلع الفعل ضغطها هي، مو قلنا الغازات من تحترق هي بها ضغط، فالفعل ضغطها هي وتجي شو هذا يسموه منفذ السحب ايضا راح ينفتح، هذا ترانسفير بورت راح ينفتح، فالشحنه الجديده راح تدخل راح تطردها. فهنا ما عندي مكبس هو راح يطرد لي الغازات بالثنائيه الضربات، معتمد على من طرد الغازات، معتمد على ضغط الغازات نفسه العادم، ومعتمد على دخول الشحنه الجديده اللي راح تحل محل الشحنه القديمه. فيكون هنا شويه يعني عمليه طرد الغازات مو كفؤه ومو سهله، يعني مو سهله مثل ما هي سهله في محركات رباعيه الضربات، وهاي نقطه علما تحسب الى محركات رباعيه الضربات. Good durability يعني يقول متانه او متانه عاليه بها بالنسبه لمحركات رباعيه الضربات. هنا poor durability يعني متانتها تكون اقل. High stability of operation هاي تكون قابليتها التشغيليه يعني مستقره وثباتيه بها عاليه، بينما هاي يعني شلون ثباتيتها ليست عاليه، ثباتيه العمليات مالتها يعني شلون نقول مثل ما حكينا كمثال في شوط الاكزوز انه يعني ما تتم العمليات بشكل كفوء جدا. زين، هاي تشينج ابيلتي اوف ار بي ام، لو تشينج ابيلتي اوف ار بي ام يعني شنو؟ يعني عمليه تغيير قابليتها على تغيير الار بي ام من اضغط على دواسه الوقود هنا تكون اسرع اعلى، بينما هنا تكون بطيئه. فهاي اهم الفروقات، يمكن اتصور بعد اكو سلايد الاقاي هاي بعد اكو. زين، هنا يقول equipped with an independent lubricating oil circuit، يعني شنو؟ تكون مزوده equipped with يعني مزوده بنظام تزييت مستقل. هنا using fuel mixture with lubricating oil، ها هنا ربما هذا راح يكون جواب على اخر يمكن طالب سالني على انه شلون راح يختلف الوقود مع الزيت، مو صحيح؟ هنا احنا قلنا زيت هو سائل، لكن اكو البخار مال الزيت، ربما البخار مال الزيت راح يختلط ويا من ويا الغازات، فهذا هو صحيح هو راح يكون من يحترق يكون لي خلينا نقول مخلفات غير مرغوب بها، لكن بنفس الوقت هذا بخار الزيت راح يساعدني على التزييت. ليش؟ لانه ما عندي هنا نظام تزييت منفصل، التزييت راح يعتمد على النثر اللي موجود بعمود المرفق، عمود المرفق مو يفتر في هذا الكرنك كيس، راح ينثر لي الزيت الى الاعلى راح يزيد لي المكبس، وقسم من بخار الزيت ايضا راح يزيد لي المكبس. فهنا ما عندي نظام تزييت مستقل بالتو ستروك، بالفور ستروك لا، عندي اويل بامب وعندي مجاري الزيت وغيرها، وعندي ايضا هو الكرنك كيس الكرنك شيف من يدور راح ينثر لي قسم من الزيت، فتكون عمليه تزييت افضل بسبب وجود جهاز تزييت منفصل. النقطة رقم 12 يقول little oil consumption، هنا من عندي نظام تزييت مستقل راح يكون عملية استهلاك الزيت وليس الوقود، اقصد استهلاك الزيت راح تكون مقننة، راح تكون مقننة. يعني شنو مقننة؟ يعني شو منظمة خلينا نقول. لكن هنا قلت لك ما عندي نظام تزييت، انه مجرد انه بالنثر يعني شغلة غير منظمة خلينا نقول، فتكون اكثر استهلاكا للوقود بالثنائي الضربات.
طبعا هنا يقول not so much carbon deposit inside cylinder، ما راح تكون عندي مخلفات كربون كثيرة، عندي مخلفات كربون لكن مو كثيرة داخل السيلندر. هنا يقول much because of mixed fuel carbon deposit inside cylinder. هنا مثل ما زميلكم ذكر قال الوقود راح يختلط ويا الزيت، فهو احنا قلت له ما نقدر نمنع اختلاط الوقود بالزيت لكن نقدر نقلل، لكن مع ذلك اختلاط الوقود ويا الزيت راح يسبب لي مخلفات داخل السيلندر. وين بالتو ستروك؟ بالفور ستروك قلنا شنو اكو؟ عندنا حلقات الزيت هاي اللي تصير في اسفل المكبس، هاي ما راح تخلي الزيت يعبر، وبهذا راح تكون مخلفات الكربون هي فقط الناتجه من حرق الوقود نفسه وليس من حرق الزيت. من تتلف حلقات الزيت راح يعبر الزيت داخل الاسطوانه، ولهذا تقول تطلع الدخان اسود، ومن تفتح المحرك راح تلقي به مخلفات كربونيه كثيره. النقطه الرقم 14 يقول intake and exhaust is noiseless but other working is noisy. يقول عملية السحب والعادم تكون ضوضاء قليلة بها وعديمة الضوضاء، زين، لكن العمليات الأخرى تكون بها ضوضاء. هاي وين رباعية الضربات؟ ثنائية الضربات لا، تكون intake and exhaust is noisy يعني تكون بها ضوضاء، but other working is noiseless. هاي بالعكس بقية العمليات ما بها يعني تكون العفو، هو شو يقول؟ يقول يعني عملية السحب والعادم تكون ما بها ضوضاء في رباعية الضربات، في ثنائية الضربات تكون بها ضوضاء، لأن ما عندي صمامات، عندي مجرد بس منافذ، وراح تكون عندي يعني أثناء الدخول والخروج راح تكون تسبب لي في نوع من الأصوات المزعجة خلينا نقول، أو ضوضاء يسموها. نقطة 15 unnecessary air rightness of crankcase. هاي شنو معناتها؟ rightness of crankcase. هاي ما أعرف شنو يقصد بها، يعني بعدين أنا أشوف ترجمها أشوف يعني مدى شو، ما أدري شنو. على كل حال اتركوها لهاي. 16 normal cooling يعني التبريد يكون التبريد يكون طبيعي، زين. هنا يقول chances of overheating cooling، يعني هنا يقول التبريد مالتها ضمن الحد المقرر، زين، لكن هنا للحالة الثانية يقول لا، ربما تصير فيها حماوة overheating. overheating يعني حماوة تصير. هاي ثنائية الضربات. رباعية الضربات heavy and large self weight ansatz، يعني رباعية الضربات تكون ثقيلة بالوزن وكبيرة بالحجم بسبب طبعا المكونات مالتها، بينما اللايت سمول بس. ثواني طلاب اذا تسمحوا لي، ثواني اسمعوا صوتي. نعم دكتور. ماشي. نعم دكتور. زين، المحركات رباعية الضربات يقول ثقيلة الوزن وكبيرة الحجم، طب تدرون بها مكونات، قلنا مثل جهاز تزييت مستقل، هذا اللابريكيتنج اويل، قلنا بها صمامات، فتكون يعني حجمها يعني كبير بعض الشيء، لكن ثنائية الضربات بسبب انه ما بها جهاز مثلا تزييت مستقل، ما بها جهاز التوقيت اللي هو جهاز الصمامات والكامات، فيكون حجمه اصغر. هاي بالنسبة للمقارنة، طبعا 17 نقطة يعني ما حاولوا تفهموها اكثر، يعني ما اريدكم تدرخون، انت احفظ العفو يعني افهم، مو بس درخ، لانه ذني ما راح يجي اثنين يقول لك عدل لي 17 نقطة من مقارنة ما ادري شنو. اذا كان امتحان حضوري يعني جوز يقول لك عدل لي 10، عدل لي 8، واذا كان الكتروني الامتحان فراح يجيب لك اياها بشكل ربما مثلا صح وخطا، بشكل مثلا يعجب لك واحدة مكان اللوك يقول لك هاي مثلا ميزة ثنائية الضربات فصح لو خطأ، أو يجيب لك محركات ثنائية الضربات يعطيك ثلاث خيارات ياهو الصح من عندها من ذن الميل، فأنت حاول تفهمها، من تفهمها بعد هاي انتهت. طبعا هاي هنا مطيك شكل متحرك، صورة متحركة، يعني حتى يبين لك الفرق ما بين ثنائي الضربات وما بين رباع الضربات. هذا على الجهة اليسرى اللي يمكن أنتم أنطلع لكم باليسرى مو صحيح، هذا يكون ثنائي الضربات، هنا الرباع الضربات. اللي راح يصير شنو؟ خلينا نجي على الثنائي الضربات. ثنائي الضربات قلنا اكو منفذ، هذا المنفذ شوفوا، هذا المنفذ سحب intake port،
منفى السحب. هناش عندي ترانسفير بورت، هذا من هنا لهنا، هذا ترانسفير بورت، منفذ انتقال يسموه. وهذا شنو؟ هذا اكزوست بورت اللي هو شنو؟ منفذ العادم، منفذ العادم. لحظه، هذا صمام لا رجعي، يسمح للغازات الهواء بالدخول وما يسمح له بالخروج. بس راح يصير من يصعد المكبس للاعلى شغلتين راح تصير. الشغله الاولى هذا الغاز راح ينضغط هنا، والشغله الثانيه انت هسه تبولي بس من يصعد للاعلى. الشغله الثانيه الشحنه راح تدخل، الشحنه القديمه راح شنو؟ راح تنضغط بعدها ما مشتعله، وراح تدخل بنفس الوقت شحنه جديده. من يصير تجدح سبارك بلاك راح يشتعل الوقود، راح ينزل المكبس للاسفل. بنزلته ايش راح يصير؟ هاي فتحة السحب راح تنغلق، فتحة العادم راح تنفتح، وفتحة هذا الانتقال ترانسفير بورت ايضا راح ينفتح. فراح تنتقل الشحنة بنزول للمكبس من هذا المكان اللي هو الكرين كيس، راح تنتقل وين؟ الى اعلى المكبس. بصعودها يعني راح يصير عندي شوك شنو؟ اكزوز اللي هو طرد الغازات الناتجة. تلاحظون العملية شلون صارت؟ هذا بالنسبة إلى ثنائي الضربات. بالنسبة إلى رباعي الضربات، هنا قلنا هاي يعني أشواط مبينة واضحة، سحب، هذا انفتح صمام السحب، بعدين ارتفاع، هذا صار ضغط، نزل صار باور، وبعدين عادل. هاي المسافة ما بين هاي النقطة وهاي النقطة هي يسموها الستروك، وحكينا عليها بوقتها، وهذا عمود المرفق من منظر جانبي. هاي الكامات، اذا هاي الكامات شوف هنا ما عندي جهد، تفضل عيني. التبريد مال ثنائي الاشواط يكون هوائي عادة، عادة يكون هوائي، لان هو محرك صغير عادة، فيكون هوائي. وهاي شوف هذني الزعانف، هاي تبريد هوائي يعني يحتوي على زعانف. وهذا تلقاه وين؟ تلقاه بالدراجات الهوائية، الدراجات النارية اللي موتور سيكل، تشوف بيها محرك صغير اسفل السائق بيه هيك مثل الزعانف، هذا هو عبارة عن محرك كامل. فالتبريد مالته يكون هوائي، وليس يعني غالبا يكون هوائي مو مائي، بس ما ادري اذا اكو مائي او لا، بس غالبا هوائي. دكتور، دولاب الطيار يكون داخل المحرك لو ما عنده ابد؟ لا لا، دولاب الطيار يكون خارج المحرك. وين يكون مرتبط؟ مرتبط في بعمود المرفق، لكن خارج المحرك من جهة الكليتش. وهسه ايضا راح ناخذ يعني ناخذ ان شاء الله من يعني نوصل له. فطلاب لهاي النقطة اكو سؤال استفسار؟ زين، طيب شو الموضوع؟ ها الان اكو مقارنة عندنا ما بين البترول والديزل انجن. البترول يعني محركات البنزين، وهي محركات الشرارة، نقدر يعني يسموها بترول، هي محركات الشرارة اللي يسموها الـ SI، احنا نزلها برامج SI. يعني شنو SI بالانجليزي؟ من يقول لي؟ Spark Ignition. كلش ممتاز، Spark Ignition. و CI؟ Compression. كلش ممتاز، Compression Ignition. زين، خلينا نشوف شنو الفروقات اللي بيناتها. يقول Air Petrol Mixture is sucked in the engine cylinder during suction stroke. يقول الميكستشر اير بترول ميكستشر يعني خليط البنزين والهواء يمتص الى داخل المحرك، الى داخل اسطوانات المحرك خلال شوط السحب. هذا شنو؟ بس انتبهوا لي على هاي النقطه، اير بترول ميكستشر. هنا بشوط السحب شو يصير عندي؟ اونلي اير، شوط السحب فقط هواء. الساكت during suction stroke فقط هواء. وين؟ بالديزل. زين، نجي النقطة الثانية، spark plug is used، يعني شنو؟ أو exist، يعني محركات الشرارة أو محركات البنزين عندي spark plug اللي هو شمعة القدح. هنا ما عندي spark plug بالديزل، ايش عندي مكان spark plug؟ عندي injectors. هنا عندي spark plug، هنا شنو عندي؟ injectors، لكن هذا فرق ثاني. زين، الباور is produced by spark ignition. هنا القدرة تنتج بواسطة الشمعة، يعني بواسطة الشرارة، اشتعال بالشرارة يسموه هذا spark ignition، اشتعال بالشرارة.
لكن هنا compression ignition مثل ما تفضلت هسه زميلتكم قالت هاي اس اي اختصار مال سبارك ignition هاي، والسي اي اختصار مال شنو؟ مال compression ignition. زين نمسح هاي ما احبك يعني بس اشر بعدين خلص يا هاشم. Thermal efficiency up to 25%. يعني شنو يعني الكفاءة الحرارية، thermal حرارية، الكفاءة الحرارية تصل يعني تكون 25% أكثر من العفو، الكفاءة الحرارية تصل إلى 25%، لكن هنا الكفاءة الحرارية تصل إلى 40%. يعني الكفاءة الحرارية محركات الديزل تكون أفضل. بس راح ناخذها بالدورات الحراريه ايضا. زين هنا يقول occupies less space، من هي محركات البنزين تشغل حجم اقل، حجم محركات البنزين يكون اقل من حجم محركات الديزل اللي يقول occupies more space، يعني تشغل حجم او فضاء اكبر. طبعا ليش محركات البنزين تشغل حجم اقل محركات الديزل تشغل حجم اكبر؟ أنا أقول لكم لأنه محركات، تفضل إذا حد عنده إجابة، كو حد عنده إجابة؟ زين. بالضبط محركات الديزل، بالضبط كلش ممتاز، محركات الديزل نسبة الانضغاط فيها عالية، راح يكون الضغط عالي، لازم يصمموها بشكل بحيث المواد مالتها تكون يعني تتحمل هذا الضغط. ولهذا تكون شوية أثقل وأكبر حجم من محركات البنزين. ولهذا تشوفون المحركات مال يعني محركات الديزل هاي مال ساحبة مثل مال شفل مال غيرها تكون كبيرة في الحجم وضخمة ومتينة، لكن محركات السيارات اللي هي محركات بنزين عادة تكون محركات يعني بسيطة ومحركات خفيفة في الوزن، حجمها صغير، فأكو فرق بالحجم وفرق بالوزن أيضا. زين more running cost، هنا تشغيلها يكون مكلف اكثر من تشغيل شنو محركات الديزل. هاي نحكي على الكلفه. هنا النقطه السابعه light in weight، وزنها اخف، هنا heavy in weight يعني وزنها اثقل من هي محركات الديزل. هنا طبعا fuel اللي هو شنو البنزين البترول يكون cost layer، يعني شنو cost layer؟ يعني مكلف، مكلف يعني كلفة عالية. هنا الفيول اللي هو الديزل يكون cheaper. طبعا هنا معروف هسه اللي مثلا تشوفون انتوا من تروح البنزين في محطة الوقود تريد تفول سيارتك مثلا بنزين، طبعا اكو بنزين واكو محطات ايضا وين البنزين شي يخلون يعني اكو محطات تبيع غاز ايضا، فتلاحظ لتر الغاز يكون ارخص من لتر البنزين. يعني حتى من سيارتك تشغلها على العفو مثلا عدة كية او عدة سيارة حمل تشتغل على الغاز، تكلفة الوقود ما تكون اقل من تكلفة البنزين، فهاي من ناحية التكلفة. ليش بترول being volatile is dangerous؟ فهنا البنزين بطبيعته مادة طيارة، يعني شنو يعني بي مثل تصير غازات طيارة، هاي خطرة يعني البنزين عرض حيشتعل، ولهذا تكون شوية خطرة يعني خاصة إذا صار خلل بالسيارة أو مثلا هاي السبارك، السبارك اللي هي احنا قلنا بالديزل يكون أأمن. ليش؟ ما عندي هاي السبارك بلك، السبارك بلك هي تعطي شرارة كهربائية، شرارة كهربائية ويا البنزين يصير انفجار، لكن مثلا بالديزل ما عندك شرارة كهربائية فما أنت مأمن، يعني ما راح يصير عندك فد يعني حالة بها خطورة أو شيء. فهنا شو يقول؟ يقول وهو أيضا البنزين بطبيعته مادة طيارة، بينما الديزل أو الغاز is non-dangerous it is non-volatile، مو مادة طيارة، يعني ما مثلا البنزين قد يتبخر بشكل سريع لكن الغاز لا ما يتبخر بشكل سريع، فيكون من الناحية أنه أأمن، يعني في محركات الديزل يكون أأمن. pre-ignition possible pre-ignition not possible، يعني شنو احنا نسميها هاي يسموها والله احنا نقول دوغ ادفانس سيارة، الاشتعال المسبق، يعني البنزين في بعض الأحيان محركات البنزين قد يشتعل قبل وقته، وهذا الشيء مو صحيح، لكن ديزل ما يكون اشتعال ما يشتعل الوقود قبل وقته. ليش؟ هو
راح يكون عن طريق الحقن، زين، حقن الوقود. يعني اثناء الضغط ما عندي اني اثناء الضغط ما عندي وقود، بس هواء وحار. من يحقن الوقود راح يشتعل، لكن هناك لا عندي خليط، فربما يشتعل قبل وقته، اذا خاصه اذا يعني صار وصل الى درجه الافتقاد، احنا قلنا درجه الاشتعال. النقطه الاخرى يقول works on auto cycle. طبعا هاي محركات البنزين او محركات الشراره تتبع ان دوره اوتو، هذا عالم اسمه اوتو، يعني عنده دوره حراريه اسمها اوتو سايكل، راح ناخذها بالتفصيل. فاذا محركات البنزين او محركات الشراره تتبع دوره اوتو، بينما محركات الديزل او محركات الكومبريشن تتبع دوره ديزل، يسموها ديزل. هنا ليش ديبندبل، يعني تكون يعني شو احنا نقول اعتماديتها قليله، هنا مور ديبندبل، اقدر اعتمد عليها. ليش؟ ولهذا تشوف مثلا يعني شنو ديبندبل، يعني محركات البنزين ما يخلوها مثلا تشغل لي مثلا الات ثقيله، شفل، جريدر، هالسوالف، ساحبه، لانه ما لها هيك قابليه. لكن محركات الديزل لا، ممكن انه يشغل لي الات ثقيله، ولهذا شوف الالات الثقيله من الساحبه وشيل ايدك، ساحبه، شفل، جريدر، بلدوزر، كلها محركات ديزل، محركات ضغط. ليش؟ لان محركات الضغط قلنا شنو ممكن انه تنتج لي قدره اعلى. زين؟ used in cars and motorcycles. تطبيقاتها وين محركات السبارك اجنيشن؟ تستخدم بالسيارات وتستخدم ايضا في الدراجات الناريه. لكن هنا شوف يقول used in heavy duty vehicles، يعني تستخدم في المركبات ذات الاعمال الثقيله، مثل ايش؟ مثل التراكس اللي هي الشاحنات، الباسز، الباصات، وبقيه الالات الثقيله. فهاي ملخص الفرق ما بين محركات البنزين اللي هي محركات الشراره، محركات الديزل اللي هي محركات الضغط.